الشبع الحوثي يزرعون الألغام في أماكن عشوائية، في الطرقات، في مزارع، في يعني ما عندهم مكان يعني كنظام يعني زي بقية الحروب اللي بتحصل في أي بلدان. المواطنين يأتون بالأسرة، يعني أغلب الأسرة تعرضوا للألغام هذه، منهم من يتوفى، منهم من تقطع يده، منهم من تقطع رجوله. نحن في المستشفى نقوم باستقبال الحالات بطبيعة الحال، نقيم الحالة، نعمل لهم الإسعافات اللازمة والإمكانيات اللي موجودة عندنا، ثم يتم تحويلهم إلى الأماكن اللي يحصلون على رعاية طبية وخدمات طبية أكثر تقدما. حقد دفين وعملية انتقام على الشعب اليمني المسكين هذا، يعني اللي لا له لا حول ولا قوة يعني ولا ذنب يعني لفي الأمر هذا، وأصبح كأنه أي من لم يكن على شاكلتهم يعني أعداهم. هذا مشروع مهم جدا، يعني محتاجين أنهم يكثفوا ويسرعوا بحيث أن المناطق واسعة والألغام كثيرة، وهم بيقومون بدور فعال ومهم جدا، مشكورين عليه.